يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها بعد رمضان بالسرطان، تقول حيث إن هذا المرض لا يرجى برؤه عادة، فماذا على الورثة من حيث صيام رمضان عن هذا الميت؟ عليهم الإطعام، يطعمون عنه، يطعمون عنه عن كل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعمون عنه عن أيام رمضان كل يوم نصف ساعة عن كل يوم 15 ساعة. نعم.